النتيجة التي حققها خضر الجزائر أمام إنجلترا حسن يبدأ أسان دونك كل ماتش كل ريزولتا مباراة ممتازة جدا ونتيجة جيدة لقد استحققنا هذه النتيجة وقمنا بمباراة عادية جدا ومباراة ممتازة بالنسبة لنا وبالنسبة للجميع والكل كان سعيد كل الجزائريين كانوا فخورون كانوا فخورين بنا على أي حال نحن نبقى في السباق وسنحاول الكسب Il reste encore le match des États-Unis. بقيت مباراة ضد أمريكا الآن وهو مهم جدا. المهم لابد أن نكسب هذه المباراة ضد أمريكا وسنترشح. سوف نعطي كل ما عندنا في الآخر مباراة. أتمنى أن الجزائريين كلهم سعداء هذا المساء. الأخضر معي أيضا مجيد بوغرة أحد المدافعين الذين صنعوا أيضا هذه النتيجة وكان بأدائه أحد رجال هذه المباراة. مجيد دونك غرون ماتش. مجيد إذا مباراة جيدة ونتيجة جيدة. الحمد لله لم نقبل أهداف وهذا مهم جدا مقابل فريق إنجليزي جيد جاءتنا فرص وكنا خجولين شيئا ما في المناطق الأخيرة خسرنا مباراة ولكننا عدنا إلى السباق وسوف نحاول الكسب سوف تتجاوزون خجلكم ضد أمريكا نعم سوف نحاول ذلك ولابد نشكر الجمهور الجزائري الذي تعب وجاء ليساعدنا ولابد ان نفكر في المستقبل اذا عوده اليك الاخضر في انتظار نجم اخر من نجوم هذه سيت سيزون كوم يل دي مون كوليغ الاخضر كان يقول الاخضر بريش ولكن اليوم كنت حاضرا فوق الميدان ومن ابطال هذه المباراه نعم لقد حاولنا ان نقوم بما يجب ان نقوم به لكي نكسب هذه المباراه ولنوقف هذا الفريق الانجليزي المرعب لقد فرضنا عليهم لعبنا واحتفظنا بالكره اكثر منهم لقد كان ينقصنا شيء من الحظ لكي نسجل هذا الهدف الذي ينقصنا لحد الآن ولكن المباراة كانت صعبة جدا وأعتقد أن 0-0 نتيجة جيدة بالنسبة لنا المعنويات مرتفعة الآن ضد أمريكا وأتمنى ذلك سوف نواصل على هذه الدفعة وهذا الانطلاق وثم لابد أن نظهر ما عندنا ضد أمريكا لكي نكسب تلك المباراة ولكي ناخذ فرصتنا للترهل كريم اخر الاخضر كريم مطمور هذه المره كريم فو سي فو زيتي لان دي يغود كريم انت ايضا كنت من ابطال هذه المباراه وقد عملت كثيرا في الامام ونتيجه جيده 0-0 ضد انجلترا نعم صحيح أن هم الانجليز ونحن نعرف من هم وقد حاولنا نفتك منهم نقطه وفعلنا ذلك كنا نحلم بانتصار لا محاله ولكن نحن سعداء بهذه النقطه التي حصدناها امام الانجليز رفيق مباراة أنستنم في مباراة سلوفينيا أظهرتم من خلالها وجه المنتخب الجزائري المونديالي وممثل العرب الوحيد يا أخي الحمد لله بكل شيء الحمد لله أنا كما قلت في المقابلة الأولى أدينا مقابلة مع سلوفينيا في مستوى لا بأس به ما نقولش ضعيف كما كان يظن بعد الناس ولكن كما قلت الحظ اللي خاننا والحمد لله هذه الخطره ما كانش ضدنا ادينا مقابله احسن من سلوفينيا ودوماج كنا حابين نقدموا ما افضل ولا النتيجه تتبع الاداء لكن حدودنا ما زالها قائمه وان شاء الله ما زال المقابله الاخيره كونت الولايات المتحده الامريكيه ونقدم لكل طاقاتنا كل ما عندنا باش ان شاء الله نظفروا بالمقابله نفوز بالمقابله وان شاء الله لما لا تاهل ان شاء الله. مستوى المنتخب في تصاعد الان امام الولايات المتحده مباراه نهائيه مصيريه. نعم المستوى في تصاعد لان المجموعه تغيرت شويه من التصفيات من كاس افريقيا الان. وكان لازم وقت للتلاحم للتفاهم تكتيكي خاصة كما قلت مقابل الفريق راه يتحسن ان شاء الله نزيدوا مع امريكا نكونوا احسن ولما ان شاء الله النتيجة حتتبع وكما قلت مقابلة نهائية ما انا خاسرين والو
الأخضر الجديد عنتر يحيى المتواجد معنا. عنتر، إذا دفاع الجزائر اليوم كانت له أيضا الكلمة مثل الخطوط الثلاثة الأخرى، قمتم بعمل كبير والنتيجة كانت جيدة. أظن كانت اليوم تكون حتى نتيجة بالفوز، بصح لازم الواحد يقول حتى ضد فريق كبير كما إنجلترا والمهاجمين تاعهم ظن لاعبين كبار، بصح حتى احنا بينا اليوم باللي الجزائر عندها نجوم كبار وقادرين يدافعوا على الوطن تاعهم. مازال في الجروب تاعنا هذا مازال كلش محلول للشوط الجاي، ونتمنى ان شاء الله نديروا مباراه كما اليوم ضد الامريكان ونربحوها ان شاء الله باش نفرحوا الشعب العربي ان شاء الله. ان شاء الله نشوفها باللي مباراه مهمه جدا لنا للجزائر وللشعب، الشعب اللي يشجع الفريق الوطني، على جال لازم نربحوا المباراه هذه باش نفوتوا للدور الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا عنتر. الاخضر معي ايضا رئيس مبولحي، اول مباراه رسميه وتالق كبير. دونك رئيس سيتي لو بريمير ماتش. لقد كانت مباراتك الاولى ومباراة كبيرة. لا، ليست مباراة كبيرة جدا. الفريق لعب مباراة كبيرة جدا، ولكن أنا لم ألعب مباراة كبيرة جدا. سوف نحاول أن نكسب المباراة المقبلة. كيف تشعر؟ بماذا تشعر بعد مباراتك الأولى الأساسية الدولية مع الجزائر في كأس العالم؟ أنا فخور جدا. أولا أنا أفكر في عائلتي، أفكر في أقربائي، في أصدقائي، وفي لحظة ثانية أرى أنه لابد أن نبقى هادئين، لأن ما زال لدينا مباراة مهمة جدا يوم الأربعاء القادم ولابد أن نكسبه. إذا هذه المباراة كيف تراها؟ هل هي دور نهائي؟ نعم، هي بالنسبة لنا دور نهائي ومباراة مهمة جدا، ولا بد أن نقذف أن نأخذ هذه النقاط الثلاثة للجزائر. شكرا جزيلا. إذا عودة إليك الأخضر. شكرا محمد. إذا بما أنك تحدثت إلى حارس المرمى الذي لعب أول مباراة له مع المنتخب الجزائري، هو من والدة جزائرية، انضم مؤخرا إلى المنتخب أول مباراة في الجزيرة الرياضية. ما رأيك حول هذه المباراة؟ ورأيك حول أدائك؟ حول المباراة، أظن أن الفريق الجزائري صعب علينا الأمور كثيرا. الطريقة التي لعب بها صدوا كل المنافذ علينا ومنعونا من الفوز، وفي النهاية حارس المرمى كان ممتاز، ولربما لو سجلنا هدف في الشوط الأول كنا مرتاحين أكثر، ولكن لا يجب أن أعترف أن الفريق الجزائري استحق هذه النتيجة. المباراة الثالثة هو عبارة على نهائي، يجب أن نفوز. حتى لو فزنا اليوم، هذا صديقي، أريد أن أحيي صديقي، لقد أبليتم البلاء الحسن، لقد أبلينا البلاء الحسن. هل أنت سعيد من أجلنا؟ نعم بالطبع. هل أنت ذاهب الآن؟ سألتحق بك. آسف، وأريد منك رقم هاتفك لكي يتواصل معك. نعم، كنت تتكلم عن المباراة الثالثة، يجب أن نفوز. حتى لو فزنا اليوم لا يعني هذا أننا ترشحنا مباشرة، لأن الأمور لن تكون سهلة، والكل الآن سيبذل قصارى جهده للفوز. إذن الأخضر حسن يبدأ، وديفيد جيمس تعرف بأنهم يلعبان في نفس النادي، التقيا والآن يريدان تبادل الأرقام بفضل الجزيرة الرياضية.